تمر بمرحلة كل شيء بعينك باهت، كل شيء بعينك ما يسوى، اللي كان يهمك صار ما يهمك، خابت كثير من ظنونك وآمالك، واعتزلت بنفسك عن العالم، وتعتقد بينك وبين نفسك أنك شخص جدا ضعيف، وأنت بالعكس شخص جدا قوي، لدرجة فاهم كل شخص حوالينك، وفاهم التفاهات اللي قاعد تدور حوالينك، ولولا الله ثم هذه الخيبات وهذا الألم ما وصلت لهذه المرحلة من الإدراك والفهم. بس انتبه، هذا الشعور لا يفقدك لذة الإحساس بالحياة والأشياء الجميلة. خيبة الأمل وكل ألم وكل شعور سيء راح تمر فيه ومرت فيه مجرد عادة سيخليك تشوف الأشياء بدقة أكثر من قبل وتزيد خبرتك بانتقاء الأشخاص. أشكر الله كثير لأنه قاعد يوعينا من خلال خيبات الأمل وهذا الألم. ترى أنت شخص عظيم بينك وبين نفسك لأنك تعرف انكساراتك وباقي ما انهزمت.